بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنربت أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقى وبعجلون ومحلى الملقى وسنود السمراء بالزرقاء عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جار الشيمة داداوي أهل الكرم والحمية. نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزموا إصرار. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا، ونحن الآن بضيافة سعادة رجل الأعمال السيد منذر العاني. بداية سيدي أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، شرفتونا. الله يبارك فيك سيد منذر. طبعا أنت ما شاء الله عليك أشهر من أن تعرف في هذا القطاع، ما شاء الله. الله يسعدكم. أنتوا مطعم أسماك خان بغداد ما شاء الله. نعم. يعني سمعة طيبة بين الناس. الله يعطيك. سيدي الكريم بداية حابين تعرفنا في البطاقة الشخصية ووقت تأسس هذا المطعم. يا سيدي اولا نرحب بكم. اهلا. ونهني سيدنا المفدى سيدنا الملك عبد الله بن الحسين رضى الله ورعاه. امين. ونحن اخوتكم العراقيين في أكيد. هذا البلد اكيد ننعم بالامن والامان الحمد وان لله. شاء الله احنا الخط الاول لكم، كذلك نكون نعتبر نفسنا أكيد. الخط الاول في كل شيء. اكيد اكيد. نعم. فاحنا اخوان بالله سيدنا. الله يعزك. انا اخوكم منذر العاني من العراق. حياك الله. واحنا هذا مطعمنا مطعم اسماك مختص بالاسماك العراقيه ما شاء الله، اسماك خان بغداد ما شاء الله. وهذا المطعم طبعا تؤسس قبل 7 سنوات تقريبا. نعم. من 2006 ولحد الان قائم على نفس الوتيره ونفس الخط ما شاء الله. ما شاء والحمد الله. لله الحمد لله. طب نعم. سيد منذر احنا حابين نتعمق اكثر في الخدمات اللي بتقدموها للناس المشاهدين. نعم. لان انا داخل احنا داخلين كذا التصوير ما شاء الله شفت اسماك طازجه عندنا. نعم. احنا حابين نعرف شو الخدمات اللي بتقدموها اكثر للناس. نعم. الحقيقه هذا المطعم مختص بالقلت لك السمك العراقي الفريش او الحي نقول عليه. هذا يعني الـ يكون الزبون اذا يجي يختار السمكه المطلوبه يعني حسب. وبعدين هذا السمك يكون صحي 100% لانه طبيعي ويجي من الاحواض يربى هنا طبعا. تمام. في الغور ما شاء الله. بعد ما اخذوا الخبره الاخوان الاردنيين فقاموا يطورون العمل هذا. والحمد لله والشكر بدا السمك يتكاثر ما شاء الله. واحنا الحقيقه يعني هذا المطعم يعني يمتاز ايضا في الامور الاخرى مثلا الكباب العراقي ما شاء الله. الكباب هذا طبعا له ميزه ولو يكون يعني الى يعني يكون يعني رونق في سمنه في سمنه في سمنه زياده بس طيب يكون ما شاء الله ما شاء الله. وحتى يكون ما شاء الله يعني خلينا نحكي رونق خاص طعم. نعم. خاص ما شاء طعم خاص. نعم. وكذلك عندنا الدجاج على الحطب. هذا طبعا الدجاج على الحطب كثير من الناس ما ياكلون الدجاج بس لما ياكل هذا الدجاج بالطريقه مالتنا العراقيه يكون له فد طعم خاص وطيب يعني تختلف النظريه كامله. اكيد اكيد ما شاء الله عليكم. نعم. ما شاء الله سيد منذر. الحمد لله. طبعا سيد منذر خليني اتطرق لسؤال ثاني. نعم. في اي شركه او مؤسسه او مطعم او الى اخره بكون في معوقات ومشاكل في اغلب الاحيان، في نعم. عندك معوقات او مشاكل اذا وجدت؟ والله احنا هاي من فتره 7 سنوات ولحد الان يعني اي معوق عاقنا بل بالعكس هناك تسهيلات الحمد لله، هناك تعاون من قبل الجهات المختصه يعني جماعه الصحه وجماعه الاخوان المتابعين بالامور الاخرى التصاريح وهذا الحمد لله يكونون متعاونين حتى لو هناك خلل معين من قبلنا يعالجوننا ويسهلوننا بصراحة. ممتاز. يعني كل أصحاب هذه المؤسسات تمام. الحقيقة متعاونة جدا ما شاء الله. يعني بدون مجاملة الحمد لا لله. إحنا من جامل ولا ما نقول الحقيقة. فالحقيقة هذا الوضع الحمد لله ونشكرهم طبعا هذه المناسبة نشكرهم جدا. وكل ما يجون يشوفون النظافة ويشوفون هذا الحمد لله. يعني أنت يمكن جيت لسه ما شاء الله. شفت ما شاء النظافة شيء شفت جميل. وراح أشوفك بعد لما تنزل إلى مرافق الشغل والكذا راح أشوف النظافة أكثر بعد ما شاء الله على العيان. ما شاء الله عليكم ما شاء الله سيد منذر ما شاء الله. أنتم سمعتكم يعني الحمد لله. يعني شوي بتوصل لكافة أنحاء الأردن ما شاء الله عليكم يعني سمعة طيبة بين الناس. الله يحفظك. سيد منذر إحنا حابين نعرف ما هي الرؤية المستقبلية لهذا المطعم. والله شوف احنا الحقيقه نتمنى نوسع امورنا واحنا عندنا النيه ان شاء الله نوسع او نفتح فرع اخر في العقبه لان العقبه نعتبرها مرفق سياحي كبير صحيح والاجانب فيه كثيرين. نعم. وهذا السمك العراقي لما ياكل من قبل الاجانب كثير من الاجانب يجونه يشوفون فد نغم غير شقي يعني غير صحيح. ف
فيتونسون او يرتاحون لهذا. فاحنا ان شاء الله في القريب العاجل نفتح توسع اخر في العقبه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بالتقدم والى الامام. ما شاء الله ان شاء الله يا رب بالتقدم والى الامام. ان شاء الله والامام يا رب بحضور، وانتم مثل ما يقول يعني نتوسع من خلالكم. الله يبارك فيك يا ربي. احنا بخدمة الناس الطيبين طبعا. الله يبارك فيك سيد منذر العاني. طبعا انت ما شاء الله عليك مبين خبرة في الحياة العملية وبحياتك يعني العادية ان شاء الله. فاحنا بتعرف بتسمع بشيء اسمه ثقافة العيب. نعم. يعني انه في عندك شباب كثير بكونوا متقاعسين على العمل، ما بدهم يشتغلوا. بحكي لك انا بدي اشتغل مدير شركه، انا بدي اشتغل على مكتب، انا بدي اشتغل، فما بزبط على هاي. فاحنا بشرفنا انه نسمع من الناس الطيبين مثل حضرتك عن يعني تعطي كلمه للشباب. نعم والله شوف، احنا العمل عباده اولا. صحيح. وبعدين اكو نقطه مهمه الحقيقه، الانسان لما يعمل بايديه وياخذ ثمر عمله راح يشعر بلذه او يعني يشعر انه حق تعبه حرك جبينه، يشعر بقيمه الشيء اللي يجي. فاحنا نقول ننصح، وانا كنت اتمنى يعني بصراحه يعني دائما اقولها انه الشباب فئه الشباب لما يدرس ويعمل بنفس الوقت راح يكون شخصيه كبيره. صحيح طبعا. تكون شخصيه يعني بالمستقبل عندما يعني يتزوج وهذا راح يكون عقله وفكره وخبره اكثر خبرته بالحياه. صحيح. اكثر. صحيح. فلذلك انا انصح من خلالكم والله احنا يكونون الشباب يعملوا ويجدوا ولا يعني تقاعس هذا ما يكون. صحيح. يعني يعني وبعدين اكون انحرافات الشباب. صحيح. احنا مريد انه ينحرفون. صحيح. لان العمل لما يكون موجود ما راح ينحرف الشاب. صحيح. بس لما يكون جالس في بيته وهذا فراغ راح يكون فراغ عنده كبير راح يسلك سلوك اخر. نعم. صحيح. فاحنا نتمنى ان شاء الله يكونون في شبابنا الاردني الواعي النشامى ذول الابطال رافعين راسهم دائما يكونون في العمل. العمل هو يعني يسقل الشخصية. صحيح صحيح. نعم. وأرجو أنه يعني أنه أرجو يعني أنا يعني كثير بكرر. نعم. للسادة الشباب يعني تحديدا أنه أنهم يسمعوا من الناس ذوي الخبرة مثل السيد رجل أعمال منذر العاني خبرة بالحياة، وهذه الخبرة ما أرت من فراغ، ستيب باي ستيب بتكون الأمور. نعم. تمام. نعم. بإذن الله. وإحنا مطعمنا بالمناسبة مفتوح لإخوان الأردني، إذا يجوا أحد يعمل معانا أو يشتغل إحنا مفتوح للباب. الله يبارك فيك. نعم. رب. صحيح يا سيد. نعم. منذر الأعمال اللي عندك وافدة أردنية. والله أنا كان عندي يعني أحد الأشخاص يعني تري أقول كيا بصراحة. الإخوان الأردنيين من يعمل يعني ما يستمر في العمل. صحيح صحيح. هاي المشكلة. صحيح. هاي شغل كثير مشهور مهمة يعني. صحيح. إحنا نريدهم يستمرون لأنه يصير بال يعني شلون يعني يشتغل يوم ويترك. يترك. صحيح صحيح. بينما صحيح. الأعمال الأخرى تستمر لأنه يعني لازم يخلي في نظر هدف في حياته. صحيح صحيح. الشاب الأردني لازم يخلي هدف. صحيح. انه يستمر في العمل. نعم. حتى يعني يكسب ما بقود يعني جايبينه يعني. صحيح صحيح. نعم. سيد منذر نحن الحمد لله رب العالمين زي ما بتعرف نحن بنعمة أمن وأمان. نعم. الله يديمها يا رب نعمة. والأردن حديقة. نعم. داخل حريقة. نعم. فإحنا بشرفنا نسمع منك كلمة عن نعمة الأمن والأمان. والله إحنا نحمد الله أولا الحمد لله إنه اللهم يحفظ هذا البلد. أمين يا رب. ويديم الأمان. أمين. والحقيقة يعني حضنت العراقيين انتم بلدكم الثاني وفتحتوا لهم الامان بلدكم الثاني. والله نشعر انه بلدنا يعني واحنا الخط الاول معكم. يعني احنا اذا اصابك شيء فاحنا اللي يصيبنا ترى. اخواننا اخواننا بالله. وانا قايلها عده مرات في لقاء اخر مع اخوان جون اللقاء. فقلنا لهم احنا الخط الاول وشيء واللي يصير اي شيء احنا وياكم ان شاء الله يا ربي ما بصير السراء والضراء ما بصير يعني. لغير كل خير يا ابو. وانتم اخواننا بالله باذن الله. الله يعزك. الله يحفظكم ويحفظ جلالة الملك. أمين. والله احنا انا ادعو له وهذا ابني موجود هنا ما شاء الله عليك. معانا ما شاء الله عليك. يعني احد شعراء سيدنا ما شاء الله يعني يلقي الشعر وبيده وباسلوبه ليس الله. اسلوب مفتعل يعني ما شاء الله والله. هو شاء يعني الله. هذا احد يعني الثمرات اللي كان لين اجى هو عمره 5 سنوات ما شاء الله تبارك الله فترعرع هنا يعني خلينا نحكي ذاك الشبل من ذاك الاسد والله ان شاء الله ما شاء الله عليك ان شاء الله ما شاء الله حسن ظنكم يعني. بنهايه المقابله اعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسعاده رجل الاعمال منذر العاني وشكرا لحسن ضيافتك وارجو ان تسمح سيد منذر لكاميرا جوسات بالتجوال داخل المطعم بحيث انه بكل رحابه تصير بكل رحابه تصير الله يبارك فيك اشكرك بس احمد عندنا حناخذ منه كلمه طبعا ناخذ منه كلمه وناخذ من عنده شعر.
ان شاء الله. ماشي ماشي. اشكرك سيدي، الله يسعدك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله سيد احمد، انت ابنه لرجل الاعمال السيد منذر العاني. وانت احمد العاني ما شاء الله سمعنا انك شاعر. طبعا انا احد شعراء جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. قدمت 5 قصائد جلاله الملك، في قصيده ان شاء الله جديده وانت بعثها للديوان الملكي ان شاء الله تنال الاعجاب سيدنا. بتحكي القصيده: بكل فخر وعزه وكرامه، بكل شرف وشجاعه وبساله، انطق باسمك يا سيدي، وليعلم العالم أنه ملك أبدع وأقام صراطه وعدله وميزانه، فليعلم العالم أنه هذا هو نسل الحبيب المصطفى صاحب الرسالة، فدعني أكتب أصول ونهاية الحكاية وأفدي عمري لصاحب الجلالة. جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أعزه الله وأعانه، فهذا الملك الذي نال في قلبي مكانه، فدع القلب يتكلم بأجمل كلامه وأرقى ألحانه. كل يوم أنت بخير يا سيدي، كل يوم أنت عمادا خالدي، ذكرتك يوما وأنا سائرا فقلت في نفسي هذا هو الملك الهاشمي العادل، أحبك منذ ما كنت صغيرا واليوم أحبك أكثر من عمري ودمي، نلت مكانا ساطعا في قلبنا لأنك نعم الأب الموجه القائد، نبقى في حماك يا سيدي وتبقى قرة عيننا الأول، لا تخف يا أبا الحسين يا سيدي وصل في خطاك ونحن وراءك، نهتف باسمك الأمجد وأنا عراقي وهذا حبي لك، فما ظنك بأردني هاشمي أبي. بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار.